بسم الله الرحمن الرحيم، مع أخوكم راشد بن محمد الشعلان في هذا اللقاء مع الأستاذ البدوي الحسنين المقرش. أهلا وسهلا بك يا أبا أحمد، حياك الله. لك قصة رائعة مع أحد طلابك في المرحلة الثانوية، تفضل. أي نعم، حقيقة هذه القصة بإيجاز واختصار، كان عندي طالب في ثالث شرعي أول بثانوية الإمام الشوكاني، وكان هذا الطالب يعني دراسيا يعني ضعيف دراسيا، وحاولت معه كثيرا بأن أرفع من مستواه ليحصل على درجات وهكذا، نعم. لكن يعني أبت الظروف ذلك، فاتفقت معه على اتفاق بأن يصلي في المسجد الفجر 4 أيام متتالية، ثم يأتي بورقة من الإمام توثق ذلك الحدث، وأن يقبل رأس أمه ويدها لمدة هذه الأيام. فتعجب الطالب وقال: طيب سأعطي لك ورقة من الإمام، وكيف تعرف أننا أتعامل هكذا مع أمي؟ صحيح. قلت له سأتصل بها. هل أنت البدوي تتصل بأمي؟ لا لا. فضحكت معه قلت له: طيب أنا سأعطيك ما رضي أن تتصل أنت شخصيا؟ طبعا يعني عادات، نعم، من القبائل ولهم، نعم، خصوصيتهم يعني. نعم تفضل. فقلت له مداعبا: سأعطيك هاتف أمي وزوجتي واتصل وسلم عليهم من أهلك يعني. صحيح. فطأطأ رأسه وخجل وقال: خلاص اتفقنا. جاء فعلا في يوم السبت وأتى لي بورقة من الإمام ممهورة باسم الإمام وتوقيعي بأن هذا في الصف الأول وهكذا. فقلت له: باقي شرط. لكن الطالب سألني: ماذا تعطيني؟ قلت له: والله سأعطي لك درجة كاملة حتى بدون اختبار، وما هذه مسؤوليتي أمام الله. في اللغة العربية. في اللغة العربية. أيه. لأنك متميز وعلى خلق، لكنك لا تذاكر يعني. نعم. وكنت أعلم أن عنده ظروف، لكن لا أعلمها يعني، أنه صاحب ظروف يعني. صحيح. لكن لا أعلمها. فكنت أريد أن يكون صالحا لهذه البلد التي أحبها لله. جزاك الله خير. يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. فهذا الطالب قلت له: بقي شرط. قال: ما هو؟ قلت له: شرط الأم. قال: إن شاء الله إن شاء الله أعطيك تليفونها. وفي اليوم الثاني حقيقة في قبل الطابور بنصف ساعة كنت أذهب دائما للمدرسة مبكرا، وجدت امرأة تجلس على الدرج وقالت: يا ولدي تعرف البدوي؟ بهذه لهجتها يعني. فقلت لها: يا خالتي أنا البدوي. قالت لي: قل آمين. قلت لها: آمين. قالت: الله يوفقك ويسر أمرك في الدنيا والآخرة. الله أكبر. الله أكبر. حقيقة بكيت يعني. الله. واهدتني كيسا بلاستيكيا فيه خصة واحدة يعني وجزرة واحدة. الله. هذا ما وقالت: هذه يا ولدي تقبل مني هديتي هذه؟ قلت لها: أقبلها والله. وارتعدت يدي وأنا أمسك بالكيس وانصرفت. كيس جزر وخص. كيس جزرة واحدة وخصة واحدة. الله أكبر. هذا ما تملك. نعم. وقالت: يا ولد الله يوفقك. ومشت. يا أمي تبغي أنت يعني تسجل ابنك في المدرسة؟ ترى المدير حبيبي، وكان معنا الدكتور الله يذكره بالخير محمد الصبي، وكان رجل متفهما وجادا. فقلت لها: أنا أستطيع أتدخل للمدير ويسجل لك ابنك في المدرسة. قالت لي: يا ولدي خلاص شكرا. ومشت وانصرفت. ثم استبان لي الأمر أن هذه أم الطالب، أم هذا الطالب. ففعلا أعطته درجة وسألته كم سؤال شفهي وأعطته درجة، أعطته 15 في البلاغة وفي النحو وفي الأدب وفي القراءة. ما شاء الله. واستأنس الطالب، ومرت الأيام وتخرج الطالب، ومرت سنوات لا أدري 7 أو 9 سنوات، وفتح كبر الملك فهد رحمة الله عليه، جسر الملك، جسر فهد البحرين، جسر المحبة أو كده. نعم، جسر البحرين. فقمنا برحلة ومعنا ما يعني كوكبة من الطلاب، وإحنا بنمر على الجسر أوقفني ضابط. وكان جسر البحرين. جسر البحرين. نعم. في نقطة التفتيش اللي هي خاصة بالسعودية يعني. وتقريبا كان وأنت معك طلاب المدرسة. معايا طلاب. نعم. نعم. مع طلاب ومع من المدرسة. وكان تقريبا نجمة واحدة أو نجمتين يعني على كتفه. تفضل. نعم. فأوقفني: من معكم؟ أنت إيش جنسيتك؟ قلت له: مصري. قال: انزل. وين إقامتك؟ ويعني تكلم بلهجة، تكلم بشدة، بشدة وبغلظة يعني. نعم. لكن سبحان الله ما تضجرت منها يعني. سبحان الله.
وبعدين بعد فترة وقفني ونزل الطلاب ودخل جوا في غرفة كده وجاب مجموعة من ضابط أعلى منه تقريبا نقيب وكم عسكري معه. جاب الضباط اللي معه. جاب الناس اللي معه. واللي معه. اللي معه. قال يا إخوان هذا أستاذي هذا البدوي أستاذي والله لولا هذا الرجل والله ما كتب لي ربي خير. الله. وهو إن شاء الله يكون سبب في دخول الجنة. الله. وحكى القصة أمام الجميع وقال أنا كنت والله أسيء إلى أمي وأضربها ليل نهار. الله. فأبكى الجميع. وقال أمي ماتت بعد 3 أشهر يعني. الله. وهي راضية عني وتدعو لها تقول يا بني روح الله يوفقك في الدنيا وفي الآخرة. الله. أنا قلبي راضي عنك. الله. وسيرضى عنك ربي إن شاء الله. فكانت قصة حقيقة يعني من القصص التي أثرت في نفسي كثيرا. وذلك أنا يعني أوصي المعلم أن يكون أبا رحيما. أكيد. يعني لأبنائه وسيجد منهم الخير الكثير في الدنيا والآخرة. أكيد أكيد. هذا والله أعلم. وصلى الله وفقك الله يا أبا أحمد. قصة جميلة ومؤثرة. ونأمل من جميع الزملاء المعلمين أن يكونوا مربين أيضا وأن لا ينسوا هذه الأمور التربوية في زحام الجدول. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راشد بن محمد الشعلان.